بداية 2020 احنا هناك خطة تدريبية لكافة المناطق الجنوبية، دورات تدريبية محلية في سواء في تخصص تمكين المرأة، وأيضا تدريبات في مجال ذوي الإعاقة، وأيضا تدريب للباحثين العمل، ورابعا تدريب الموظفين. نحن تدريب الموظفين بالدرجة الأولى مهم جدا، كافة الموظفين الموجودين في القطاعات من خلال مدير مكتب عمل في سيما البلديات يتم ترشيحهم ويقوم تدريبات شاملة. لكن التدريبات التخصصية اللي هي تدريب تمكين ذوي الإعاقة وتدريب المرأة، هذه دورات تخصصية، وأيضا تدريب والتكوين المهني لدينا دورات تدريبية محلية. لكن كبداية نحن الآن يتم تهيئة مدراء مكاتب العمل في المنطقة الجنوبية باش نسق معهم لتنفيذ برامج التدريب في المناطق الجنوبية في كافة البلدية. وزارة العمل نحن بالدرجة الأولى 2020 لدينا خطط تدريبية سواء كانت محلية سواء كانت خارج البلد، لكن نحن نركز بالدرجة الأولى على التدريب المحلي لوجود الإمكانيات الموجودة المحدودة، لأن إمكانيات تدريب خارجي ما عندناش هذيك الميزانيات المخصصة للتدريب الخارجي، محدودة. التدريب المحلي اللي هو موجود عن طريق التدريب والتكوين المهني، إدارة التدريب والتكوين المهني، وأيضا إدارة التدريب الوظيفي بالتنسيق مع مكاتب العمل. بالنسبة للتدريب والتكوين المهني، هناك تدريب حوالي 4 مراكز تدريبية موجودة في ربع ليبيا، ندربوا في مركز الليبي الكوري في طرابلس، وأيضا مركز رفع الكفاءة في الزاوية، وكذلك اللي هو الإدارة المعهد الوطني للإدارة في كافة ربع ليبيا. هناك معهد وطني للإدارة في الجنوب، ومعهد وطني للإدارة في مصراتة، وأيضا معهد وطني للإدارة في طرابلس المركز، وأيضا كذلك في المنطقة الشرقية. يتم التنسيق مع مكاتب العمل، مكاتب العمل هم اللي يتم ترشيح الباحثين العمل الذين لديهم رغبة في التدريب. والتدريب والتكوين المهني هناك حوالي 10 مهن اللي هو تحتاج السوق العمل الليبي، اللي هو زي اللحام، زي الكهرباء، زي النجارة، زي البناء، وكذلك أيضا صيانة النقالات وصيانة الأجهزة الكمبيوتر، وكذلك صيانة المضخات. هناك كثير من التدريبات المهن الحرفية اللي تحتاجها السوق العمل الليبي. المشاريع الصغرى، نحن هناك المشاريع الصغرى في وزارة الاقتصاد، نحن بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وصندوق التسهيلات المالية تبع وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، نحن هناك شراكة بين وزارة الاقتصاد ووزارة العمل في تنفيذ هذه المشروعات. مشروع ما يعرف بتدريب ريادة الأعمال، هذه تحتاج إلى تدريبات تخصصية.